رد الوزير السابق رائد خوري على المحتجين الذين وصفوه بالفاسد، فنشر فيديوهات عبر حسابه على تويتر وعرض فيها ما أنجزه خلال توليه منصبه وزيرا للاقتصاد، وكتب: للذين رفضوا أن يسمعوا بالأمس، للذين اتهموني بأني كنت مشاركا في الفساد ولم أحذر من الوضع المالي الخطر، ولإنعاش ذاكرتهم فقط، فأنه منذ عام 2017 انتفضنا على الفساد وحذرنا من الوضع المالي الخطر. كانت التحذيرات من أشهر أنه الخراب جاي إذا ما تعالج الوضع. إذا ما اشتغلنا باقتصادنا وكبرناه وعملناه مستدام، ما لح نقدر يعني نطلع من الدين، ولا نطلع من الدين، ولا نقدر ندفع المعاشات، ولا رح نقدر نعمل شيء. جزء كبير من اللي لازم نعمله كمان خصخصة، لأنه ما فيها بقى الدولة اللبنانية تدير، ومش شغلتها تدير، والدولة إدارة فاشلة. طلعنا حكينا عن المصارف قامت القيامة، طلعنا حكينا عن المتقاعد الجيش قامت القيامة، طلعنا حكينا هون، مش هيك بتنشغل الأمور. عطينا الحلول، ومشان هيك نحن نقرت الخطة الاقتصادية. وكانت مجموعة من الثوار بالأمس قد فاجأت خوري في أحد مطاعم الأشرفية، ودار سجال بينه وبين المجموعة التي لم تترك المكان قبل مغادرته على وقع هتافات ثورة ثورة. نحن كنتم لو سمحت غادر هالمكان، احنا ما نضل واقفين هون. ثورة ثورة اللي فات بالأكيب معه طول معه مستقال دغري مطعم حسبون صار من عملت تغيير وفلاك ثورة 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 صعب الرواء كثير صعب الرواء. نحن بس شايلين كلنا واحد منهم ليش ثورة؟ بيرفكت رياكشن من واحد مثلك. ما هيدا شيء مش جديد على حزبكم اصلا، شفنا حزبك كيف تصرف امبارح. ثورة 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 ثورة. انت مين انت؟ نحن بس بالقضاء نحكي بالقضاء. انا اكيد مواطن لبناني اللي بيسكت عن السرع حرامي. مين عندك ساكت؟ شو عم يعمل؟ 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 شو عم يعم